معليش انا اليوم سيتات في بارتيشا بعد هذا الشغل كذا تخش هذا تاع اشكاره تخش تاع اشكاره بصح هذيك هذه كيف تخدم هاي صفاي هاي من هاك وهذا قللوج صور لي قللو هذا صحيح ولا سنقوم بإتلاف هذه الكمية. تعرفني سنقوم بإتلاف الكمية هذه. استعملها ليش أنا هذه؟ استعملها ليش؟ لا أنا هنا هذه كيفاه؟ عاود طيب ما طيب ما والو خويا. فيها جريلو راني نشوف فيها كاين لي ديبري تاع الشكاره هادو ما تشوف فيهم طيب انا صفايا طيب دوري تشوف الروبيني تدخل معليش خويا معليش خويا انايا قلت لك هذه ما تستعملهاش هذه طلعت تتلف هذه الكميه تتلف نقوم باتلاف الكميه هذه الاخرى خليها هذه نتلفوها فهمتني معليش راك نقول لك واش دير راك نفهمك كيفاش نتلفوها تلقاوه كل يوم التاتي هادو تاع لاباط باين النيتواياج تاعهم شاك عشيه فيري هادي ما فاتت تنقاو هادي التاتي هادو سوالي مونتير باين ما ماتير تاع مالي مونتير هاك شير حنا ما نخدموا بهم حنا قلت لك انا نخدموا من بكري ما نش ماشي قضيه تخدم البكري تما ما عليك لا مونتير هادي اي مونتير ولا لا ايوا علي مونتير باسكو كاين بليزير كاليتي في البلاستيك ايوا فهمني إذا كان البلاستيك هذا يا غذائي هذا موتر ولا لا؟ فهمت شحال بدي نقول لك؟ فاهمك صح والزيت كيفاش؟ كيفاش حكاية الزيت؟ الزيت عندنا كنت تبدلوها شاك جور ولا تزيدوا عليها ولا كي تبقى ما تزيدوش تفقوا فوقها؟ عندك كيفاش تفيريفيوها؟ باينة نعرفوا احنا بار اكسبيريونس نعرفوا باللي تخسر فيها هكذايا؟ باينة ديجا غير تكون في الاخر مال على جال شي هذا راح نستعملوا جهاز قياس الزيت مرحبا ونشوفوا اشكا راه مليحه صالحه مرحبا باش تخدم بها ولا لا شحال لا فالور سيدي احمد 21.5 هذه تتبدل هذه حمراء هذه غير صالحه للاستهلاك للاستعمال ترمى هذا كما رانا نشوفوا كما نشوفوا لا فالور اللون الاحمر رايتو تؤشر الى اللون الاحمر ورايتو تشير الى 21.2 لا فالور يعني هذا الزيت هذه تترمى احنا الوحده نبدلوه غير صالحه للاستهلاك للاستعمال هكذا الاخ اذا سنقوم باتلاف الكميه هذه كامل تاع الزيت هذه اللي راهي حاليا واش على كان لا ديوري تاعها 21.2 هايلك هاي لا فالور هايلك نشوفوا فيها فالتيبر قلتو هاي حمراء هاي حمراء هي ما تفوتش ساز هذا راي كارثه هذه راي كارثه اروح اروح شوف اروح هاي طرون طروا اللي حكيت هذه هاي الدوبل تاع الاخرى هاي تو الدوبل طرون طروا ها شوف فيها 33.2 احنا نبدلوها هنا هاي دائما نبدلوها يعني رانا نشوفوا في الزيت هذه بلي غير صالحه للاستهلاك استعمال طرمه انا الوحده نرموها كاع هذه
هذه لا فالور الثانيه اللي صبناها، القيمه الثانيه اللي صبناها. زين ما في دوش يخدموا بيها. مش عايزين أكيد لك الزيت وما زيت وما زيت الزيت. أنتوا عندكم هم الغضاضة. ليش الزيت؟ بون. شوف أنا ما فهمت حاجة. هذه وش هذه أخويا؟ هذه وش؟ اسكو هنا يا راك دير الماده الاوليه راك دير السكر راك دير واش راك تحطها هنا قولي فهمني واش راك دير هنا في هذا هذه واش هذه واش الدور تاعها هذه هذه واش الدور تاعها هذه خدامين هنايا كي واسمو يحطوها هذه على بالك على بالك بلي العجينه تاعك تلوث بهذه ولا ما على بالك هذه واش تربي لك هذه هذه واش تربي لك هذه واش تربي لك واش تربي لك هذه مشكل معاهم مشكل راك معايا ولا ماكش معايا معاك انا رانا نهضروا اي حاجه اي خطا نخلصوه غالي في الخدمه هذه هاي ماده غذائيه انت كيفاش تسمح بحاجه كيما هذه تخليها لداخل هذه كانت فهمت الاخ دونك هنا غير الملح معليش 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 عندنا سميد السكر هذا بركي معليش خاطر عندنا بنت هنايا هنا مثال مثال على ما ديرش هنايا ان بيتي بلاكارت مغلوق دير فيه لا ماتير بريمير تاعك علاه على ما قلتلكش ستوكي تحط فيها لا ماتير بريمير تاعك ما نحطوش مع هاك حط هاك حط ها اربع شكاين هذو هذه واش هذه دوك نحكي لك اربع شكاين انا ما نشوفش على العدد يا اخي انا نهضر لك على تقسيم المحل في القانون كاين شكون ابل تقسيم المحل راك معايا ولا ماكش معايا كاين جهه جانب تحط فيه المواد الاوليه فهمتني واش انا نهضر قلت لك باغ اكزومبل عندك مثال قلت لك هنايا عندك كوان تاع بلاكار تنجم دير بلاكار ها لومبالاج تاعك هاوليك عندنا لومبالاج ايه عندك لومبالاج دير فيه واش تحب مكان مخصص باش تخزن فيه المواد الاوليه او اللومبالاج تاعك فهمتني الاخ علاه كي تقسم المحل يبان كل حاجه في بلاصتها بصح هكذا راهي فوضى عارمه اخويا راهي فوضى انا كي ندخل لهنايا دوكا هذايا راك تستوكي فيه الكارطون ولا تحط فيه السكر ولا السكر وكارطون فهمت انا يا ما تروح للهي تصيب لوحات ولا راك فهمني ومن بعد تقول لي هذه هي القدوف قدامي لا خويا لا 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 احنا ما عندناش شروط شروط النظافه يا اخي ثم شروط النظافه جينيرال انا تروا دروك نتوي معليش والحديده هذيك واش يدير هنايا هذيك ولا باش نقول لك حاجه ما حبيناش على بالك بلي في باش نفهموا معليش نفهموا معليش نفهموا نفهموا حاجه معليش معليش باش نفهموا حاجه برك راك تستعمل في ماده غذائيه هكذا تي داكور صح راك تبريباري في ماده غذائيه على يقين معليش خويا خليني نكمل لك برك باش تفهم الفكره تاعي راك تبريباري ما عندكش الحق لاي خطا باسكو نيمبورت كيل فوت ولا ايرور اللي تشوفها انت صغيره قدر تكونتابيني لك البرودوي تاعك وحنايا نبكيو على صحه المستهلك هكذا خونا صافي بليزير مليح علينا احنا دونك عندك هنايا ان اوبجي بيزار انا بالنسبه ليا معليش خونا معليش خليني نكمل لك هضرتي اليك الكريمه هذا الاوبجي هذايا هذا الحاجه هذا الحاجه اللي راهي اسميها حاجه هنايا باسكو سيت ان اوبجي اترونج بارابور لاكتيفيتي اللي راك تستعمل فيها انا فهمت بلي هذه عندها يا ربي واحد السمانه بصح واش بصح علاه خليتوها تما انا الحين نحكي لك شكون حطوها برا ما باش نديبلاس هذه خليها الاخر اخ اسكو لو ميساج تاعي لحقك ولا ما لحقكش ما عندكش انا نهضر معاك قانونيا معليش ما عندك قانونيا خويا ما عندكش الحق باش دير لي ان اوبجي تحط لي حاجه اللي ما عندهاش علاقه مع الاكتيفيتي تاعك وهذيك الحاجه اللي تحقرها نتايا كيما هذه الحديده راح تقدر تسبب لك صح تلوث تاع البرودوي تاعك باسكو هذه دوكا راح تطلق لنا صديد هكذا ولنا راك فاهمني؟ تستعملها في المحل تاعك قول لي واش هي ما تستعملهاش نحيها لي كاع كانت سي باكوزي ونحيناها معليش خويا بصح الحال بصح الحاله اللي راك فيها دوكا ما عندها حتى معنى كي راه عندك اي نحيها اي معليش نحيها نحيها خويا شوف شوف مش على الابره شوف خويا شوف البقايا العجينه شوف بقايا العجينه يا خويا شوف
هذه لاكراس هذه لا تلع جينا وش لا اخويا فهمني هذه ما نسمعوا واش معني حنايا لا لا ماشي حنايا هذه ما عليش خونا هذه ريبسه قديمه هذا العجينه افهمني يا اخو احنا بريت عنها بس على قديمه انا حبيت نقول لك بلي ماشي هذه تاع ساعه ولا اخزر خويا شوف اخزر احنا البريباراسيون وهذه هذه على بالي بلي تبقى معليش خويا كمل نعطيك الكلمه هذه على بالي بلي تبقى كيما راهي ومن بعد تعمرو بيترا زيد كمل خدمه لا لا خونا عندنا الماء هذه راح تمثل راح تمثل لك راح تكون طامينين لك البرودوي تاعك يا خويا هتكون طامينك البرودوي تاعك احنا كي كملوا الفينيسيون تاع بيرفازيون معليش خويا انا راني مصدقك بس على واش راني نحكي واش تشوف عيني راني نحكي راني ندير معاينه اخويا ماشي لاكراس تاع فانجور بصح انا مش قلت لكش فانجور ما قلتكش تاع فانجور بصح ما قلتك بصح ما تقوليش تاع ساعه لا مش تاع ساعه صح احنا عندنا من العيشه ل 12 ساعه صح انا ما قلتش فانجور بصح هذه لاباط راهي قديمه تاندير خلاص انا راك فهمني تخدم في الظروف هذو معليش خونا معليش تخدم في الظروف هذو لو برودوي تاعك راهي صرا كونطاميني دي فاصون او دي نوت بطريقه او باخرى فهمتني بكل صراحه كيفاش راك تشوف فيها الطاقه هذه لا لا نزيد نقول لك مليحه لا تصلح لا لا لاباس كيفاش لاباس من حيث واش لاباس كي قلت لي لاباس بارابور لكوا واش لا لا خويا ما انا قلت لكش ما ادري كونترير لازم تهويئه المحل ما قلت لكش انا غم المحل ولكن ولكن اسمح لي شوف النافذه تاعك كيفاش راهي يا اخي والله راكم كاجوني بايو هذا كيفاش ماشي قضيتي طواجد تبدل تتعاود كاع تتعاود هذه خويا هذا هذه النافذه هذه عندها 50 سنه تتعاود اخي والله راه كاع نقول لك اسمعني يا ودي راهي مصديه تتعاود يا خويا لا لا بلي انا ما نجيش نذكر معك في هذا يا خويا النافذه هذه تتعاود خويا وكاين درك عندنا الامكانيات ما راناش في بكري ما تجيبش تخدمها ولا شو يذكر معايا عندك بي في سي عندك الالومنيوم عندك كذا شوف يا خويا شوف اخزر الى يتقنع في قول لي انا ما قنعتنيش يا اخي بكل صراحه ما تقلناش ما تقلناش نقول لك علاه باسكو عندك قاعده تحضير هنا يا خويا عندك قاعده تحضير راك تحضر هنا الماده الغذائيه نعاودها لك ما عندكش الحق للخطا اي خطا لا لا صاحبي بكل فكره ماشي مشكل باب تحديد واش غيدير هنا خويا يرحم بابك يرحم والديك يرحم والديك بيناتنا يعني نهضروا بكل بساطه هذه تدخل في العقل هذه يتقبلها العقل ها يدخل بهالعقل هذه اخ ورا يتقشر شوف صور هاي تتقشر لا لا فقط هذا معليش ما يهمنيش انا ليسونسيال شوف فاش راهي الحاله تاع شوف فاش راهي الحاله تاع الباب نورمال عادي حطيت لي باب هنايا وعادي شغل جاتك علاه اسكو ما تنجمش دير الطيوال هذيا نغطيوها ما نجموش لازم حاجه جديده هذا واش نقول لك يا اخي يا اخي يا اخي انت راك تهضر لي راك تتهرب لي في الكوتي تكنيك معليش 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 خويا خليني نكمل لك وجاوب انت 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 راك تطرح لي اشكاليات انا الاشكاليات هذو بالنسبه لي الاشكاليات هذو بالنسبه لي انا ما طرحهمليش ليا انا نهضر معاك كوتي تاع نظافه في النظافه يكون غطاء نقي وطبيعي ويكون غذائي كيف يا خويا كيف باب بعد باب باب والله بدون تعليق اخي لا لا ماشي على والله الصوره هذه اسمح لي يا والله غير بدون تعليق يا اخي نصبح ملي دخلنا المحل تاعك وانا نقول لك نعاود نفكرك المره الالف راك تستعمل راك تنتج في ماده غذائيه ما عندكش الدروات تغلط لا مجال للخطا اي خطا يؤدي بك الى ما لا يحمد عقبه راك فاهمني